قاله. ده كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول عليها انها جول. ان هنا الهدف كان هناك مخالفه تسبق الهدف نتيجه القفز على الخط. ايه رايك بلاها ياسر بلاها ناصر، خد الحكم الانجليزي جلاجر اللي اكد على ان هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي هدف صحيح ملغي. الحقيقه يا عفيفي حكاياتك كلها تشبه بعضها فعلا، لان كلها كذب وملهاش اي علاقه بالحقيقه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.